كانت عائلتي تلقى حاجه ديك الشيء زعما قلت انا نتلقاه باش نحمي راسي ونحمي العائله ديالي. خص المواطنين يكونوا واعيين بهذه المسؤوليه هذه ويعبئوا اولادهم ويجيو يلقحوا وليداتهم باش يرجعوا للمدرسه. أرجوكم الإسراع بعملية التلقيح وذلك لضمان نمط تدريسي حضوري. قررت أنني ندير حاجة باش نحمي راسي ونحمي حتى عائلتي. شفت زعما باللي بداو كيلقحوا الناس ديال من 12 عام 17 عام وقلت زعما علاش زعما انا ما نطوعش من الاولى اللي يجيو يتلقحوا وزعما حيت عائلتي تلقحت وديك الشيء زعما قلت انا نتلقح باش نحمي راسي ونحمي العائله ديالي. زعما من الاحسن يجيو يتلقحوا باش يحميوا العائله ديالهم ويحميوا راسهم حتى هما باش ما يمرضوش حتى وديك الشيء. الصراحه في الاول بدات باللي كنت تقريبا مخلوع على داك الشيء اللي كنسمعوا في الاخبار، بدا الحالات الوفيات والحالات ديال الاصابات كيرتفعوا وقررت انني ندير حاجه باش نحمي راسي ونحمي حتى عائلتي. نقول لهم يخافوا على الاقل من راسهم حيت هذا المرض ما معهش اللعب ويلتزموا بالتدابير الاحترازيه حتى نخرجوا من هذه الحاله الوبائيه ان شاء الله. الفكره كانت كتراودني منذ القديم لان هذا واجب وطني، هذا وباء اللي شل الحركه الاقتصاديه في العالم كامل وجميع المواطنين راه مسؤولين فعلى في هذه الوضعيه هذه، خصهم يحاربوا هذا الوباء باش يوضعوا له حد ان شاء الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. حنا راه بدينا كنقنطوا من هذه الوضعيه هذه اللي في الواقع خلقت واحد الضرر للجامع وماشي غير في المغرب، في العالم كامل. خص المواطنين يكونوا واعيين بهذه المسؤوليه هذه ويعبئوا اولادهم ويجيو يلقحوا وليداتهم باش يرجعوا للمدرسه. وانا راني استاذ وكنعرف شنو هو المسؤوليه. النهار اللي فتحت الدوله هذا الباب هذا كنت من الاولين اللي تلقاو التلقيح. نحن نتواجد في مركز التلقيح الذي انطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 31/8/2021 الى غايه 3 اكتوبر 2021. تهم هذه العمليه عمليه تلقيح الفئه المتمدرسه بين 12 سنه و 17 سنه. كنطلب من جميع التلاميذ الانخراط في هذه العمليه لضمان نمط التدريس الحضوري الوحيد الذي يمكن التلاميذ من معرفه وطريقه تعليميه صحيحه. عمليه تمر في ظروف جيده. السلطات المحليه تقوم بدورها، وزاره الصحه تقوم بدورها. مدينه طنجه يوجد 14 مركز مثلا على الفاسي، إمام أصيلي، مجموعة من مراكز التلقيح. وبهذه المناسبة أريد أن أوضح للمواطنين أن بعض المنابر الإعلامية تروج أخبار زائفة مثلا الزبونية والمحسوبية والفوضى في التنظيم، فلا شيء من هذا يوجد. كان لدي تخوف اليوم الأول لعدم حضور التلاميذ، ولكن تفاجأت بأنه وصلنا اليوم الأول عدد الملقحين 163، وإلى حدود الساعة 12 لليوم الثاني وصلنا 133 تلميذ ملقح. بالنسبة لأبنائي تلاميذ المؤسسة أرجوكم الإسراع بعملية التلقيح وذلك لضمان نمط تدريسي حضوري. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.